برعاية الضمان الأمم المتحدة، هل قادرين تكونوا ضامن فعل لهذا الاتفاق؟ مثل ما بنعرف أنه مساعدات الإنسانية لحد الآن النظام ما عم يسمح الأمم المتحدة تفوت على حي الوعر. ضامن يمكن كلمة قوية جدا، ولكن مراقب يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بلعب هذا الدور اللي يمكن أن يؤدي إلى بناء ثقة بين الطرفين وإلى تنفيذ كل بنود الاتفاق كما هو يعني جار النقاش عليه. وأكيد جزء كثير من بنود الاتفاق إن تم التوقيع عليه في توقع أن الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة يكون لها أيضا دور فعال في التنفيذ، خصوصا فيما يختص بالمسائل الإنسانية والخدمية والمعيشية. فنتمنى أنه يكون في اتفاق، ونحن كلنا أمل أنه هذا شيء إن شاء الله يتم. والأمم المتحدة بسوريا في حالة استعداد وجاهزية لتقديم كل ما هو ممكن لتسهيل تنفيذ بنود الاتفاق، وأيضا كل هذه المسائل المعيشية والخدمية والإنسانية. وشكراً.